ايطاليا تبهر وتمتع وبتعمل كل حاجه في الكوره، وبتكسب تركيا في الافتتاح 3-0 مع الرقفه، ولاعبين عاملين كل حاجه، ومانشيني بيقدم مفاجاه ان ايطاليا بتلعب بالشكل ده. هنتكلم النهارده في كل حاجه عن ماتش الافتتاح تركيا وايطاليا، هنتكلم في كل تفصيله في المباراه. فطالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه على الجرس عشان يجيلك حلقات اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. حطيني رقم واحد في القصير. طليان تحت قيادة مانشيني أول مرة أشوفهم بيلعبوا بالشكل ده، نص ملعب مميز جدا، ضغط عالي منظم وتنظيم دفاعي وتنظيم هجومي، وبيقدم كرة سلسة وبسيطة، ومش بيلعب بالطريقة الدفاعية بتاعت إيطاليا اللي إحنا معروفين عليها واللي إحنا متعرفين عليها على مر العصور. لا، مانشيني بيقدم كرة مختلفة تماما عن اللي كان بيقدم لإيطاليا السنين اللي فاتت. مانشيني النهاردة بدأ بالأربعة 4-3-3 اللي بيبدأ بيها من أول ما مسك إيطاليا. داناروما في حراسة المرمى، قدامه كلينيو بونوتشي الثنائية المميزة جدا، على الشمال سبينازولا، على اليمين فلورينزي، ثلاثي في نص الملعب جورجينيو باريلا ولوكاتيلي، قدامهم بيلعب بثلاثي ايموبلي وبيراردي، وعلى الشمال انسينا. ايطاليا في أول مباراة في بداية الماتش، أنت لما الكورة بتبقى معاك بتبقى بتلعب بشكل، والكورة لما بتبقاش معاك بتلعب بشكل تاني، والكورة بتبقاش معاك دي بتبقى وقت قليل جدا، بس الكورة بتبقى معاك بيبقى شكل مغير تماما. بتشوف ايه شكل مغير؟ انت على ارض الملعب او انت على الورق محطوط 4-3-3، لكن على ارض الواقع لما الكورة تبقى في حوزتك التشكيلة بتتحول ل 3-4-3. بتلاقي سبينازولا بدأ يفتح الملعب لقدام ويزق لقدام ويبقى رابع في نص الملعب، والناحية التانية فلورينزي بينزل ويبقى تالت، وكيليني بيلعب ناحية الشمال وبتتحول ل 3 ورا، كيليني وبونوتشي وفلورينزي، وبيخلص سبينازولا ليه الحرية الهجومية، وبيدخل كمان انسيني لقلب الملعب، وبيعتبر سبينازولا هو اللاعب الوينج باك أو الأول باك الطاير بتاع ايطاليا، ومدي الحريه الكبيره جدا مانشيني في مباراه النهارده. فال 3-4-3 اللي كانت بتتحول لما الكره مع ايطاليا كانت مخليه ايطاليا بتلعب باريحيه. بتلاقي سبينازولا ناحيه الشمال بيفتح الملعب وبيروح وبيرفع اوفرات او بيحاول يرفع اوفرات، وبتلاقي لعيبه بتتحرك ما بين الخطوط مميزه جدا جدا جدا. بتلاقي انسيني بيخش وبيلعب ما بين الخطوط مميز، بتلاقي باريلا مش بيلعب الثالث في نص الملعب، لا ده بيميل نوعا ما ناحيه اليمين مع بيراردي عشان يعمل كثافه هجوميه ناحيه اليمين مع بيراردي، في ظل ان فلورينزي ما بيتقدمش كتير، فبيحاول هو يوازن سبينازولا ناحيه الشمال مع انسيني، وناحيه اليمين باريلا مع بيراردي، واثنين في نص الملعب جورجينيو ولوكاتيلي. جورجينيو النهارده فكرني في بيرلو في 2006. بيرلو في 2006 اللاعب اللي في نص الملعب اللي بينزل يستلم الكوره من ثنائي الدفاع، وابتدي يبص للملعب ويحرك الملعب، سواء يلعب الكوره ما بين الخطوط او يلعب تشيبات من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال او لايموبلي. النهارده جورجينيو قدم مباراه كبيره جدا جدا جدا، بس هنجيله بعدين. لكن الضغط بتاع ايطاليا بقى، الضغط العالي بتاع ايطاليا لما كانت كمان الكوره تبقاش مع ايطاليا، كانت التشكيله تتحول ل 4-5-1. الثنائي بتاع نص الملعب او الثنائي بتاع الوينجات انسيني وبيراردي، الاثنين بينزلوا مع فراسي نص الملعب بيشكلوا خماسي في نص الملعب، والرباعي المدافعين وموبلي بيبقى قدام، ولكن الضغط العالي بتاع ايطاليا مغاير تماما. بتلاقي اثنين بتوع ايطاليا موبلي وانسيني بيتقدموا لقدام ويضغطوا على دفاع تركيا، ولا حتى دفاع تركيا بيحاول يطلع من الاثنين دول، او بيطلع من الاثنين دول على الارض او كره طويله، بتلاقي الجدار اللي وراه بيضغطوا برده في ظهر لعيبه المهاجمين، وبيستخلصوا الكوره وابتدوا هم يروحوا ويجيبوا جوان. وده شفناه في كذا مره حتى في الشوط الثاني مش الشوط الاول. الشوط الاول بصراحه تركيا كانت مقدمه اداء دفاع مميز، مش مديه مساحات كتيره لايطاليا، ومش خانقاهم جدا. نص الملعب كان مقفول تماما تماما تماما، لاعب نمره 6 بتاع تركيا كان بينزل ما بين الاثنين قلوب الدفاع، ديميرال واللي جنبه بتاع ليستر سيتي مش فاكر اسمه دلوقتي، الاثنين كان بينزل ما بينهم اللاعب بتاع تركيا، وبتحول التشكيله لثلاثي دفاع، وبيبقى في تكتل كبير جدا 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 في العمق بتاع دفاع تركيا، وده اللي كان بيخلي ايطاليا مش عارف يخلق مساحه اللي هو يجيب منها جول. وده اتغير الشوط الثاني، ولكن الشوط الاول التكتل بتاع تركيا ادى ان ايطاليا مش قادره تسجل جول، مع انها كانت بتوصل لجول تركيا، وهدلت جول تركيا، وليها ضربتين جزاء صراحه، واحده بتاع باريلا اللي لاعب بتاع تركيا دخل شال باريلا وما اتحسبتش، والكره الثانيه لما اتلعبت بالعرض من سبينازولا واللاعب بتاع تركيا ايديه طالعه بره جسمه ولبست في ايديه، وبرده الحكم ما حسبهاش، مش عارف بصراحه ازاي الحكم ما حسبهاش، وبتوع الفار ما رجعوش وقالوا له ليه في ضربه جزاء. دي انا حاجه مش فاهمها بصراحه، ضربتين جزاء كانوا ممكن يغيروا شكل ايطاليا في الشوط الثاني او حتى في الشوط الاول،
ما يتحسبوش، يخرجوا ايطاليا الشوط الاول 0-0 في ظل اداء مميز جدا لايطاليا، كان محتاج بس جول. كتبت على الفيسبوك ما بين الشوطين ان ايطاليا بتعمل كل حاجه في الكوره، ولكن محتاجه لاعب مهاري يفك التكتل الدفاعي. كان لازم تركيا التكتل الدفاعي اللي عاملاه يتفك يعني يتفك في حالتين، يا اما لاعب مهاري يتوغل ما بين المساحات الضيقه ويلعب ويجيب اجوان، يا اما كوره تضرب الخطوط بتاعه تركيا كلها ليهجوم منها. وده شفناه الشوط الثاني. بقى الشوط الثاني على طول اول تغيير بيحصل، فلورينزي بيطلع من ارض الملعب وبينزل بداله ديورينتي. ديورينتي بصراحه افضل من فلورينزي بمراحل. فلورينزي لاعب مش في مستواه الفتره الاخيره، سواء مع باريس او مع روما او مع فالنسيا، لاعب مش في مستواه. ديورينتي لما نازل كان الناحيه الهجوميه كويس والناحيه الدفاعيه كويس، وقدر يشغل او قدر يشتغل مع بيدري بيراردي وبريلا في الناحيه اليمين، عكس فلورينزي اللي كان نوعا ما بيعطل اللعب كتير جدا ودفاعيا ما كانش افضل حاجه. فديورينتي كان افضل جدا 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 من فلورينزي. الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني دي حاجة أنا مش فاهمها بصراحة. تركيا كانت عاملة منظومة دفاعية كويسة جدا الشوط الأول. منظومة دفاعية الشوط الأول مميزة جدا. الشوط الثاني ليه المساحات الشاسعة دي ظهرت في دفاع تركيا؟ أنا مش فاهم. في بداية المباراة يا دوب بس لعيبة إيطاليا لما لمحت مساحة، لما لقت مساحة لعبت في المساحة وجول أول على طول. جول باريلا على طول خد الكوره وادها لبراردي، براردي بيرفع عرضيه، ديمرال المدافع اللي على قده جدا بتخبط في صدره، والجول الاول لايطاليا اون جول من ديمرال. وبعد الجول الاول لايطاليا عينك ما تشوف الا النور، ضغط عالي بكل شراسه، انا هخنقك مش هخليك تطلع بالكوره، ولو طلعت بالكوره هناخد منك كوره ونضغطك. كذا كوره لعيبه تركيا بتغلط، كذا كوره من الضغط العالي بتغلط، بتعمل ميس باس. الجول الثاني دخل بسبب الميس باس ايموبلي، الكوره بتقطع من لعيبه ايطاليا، بتلعب ناحيه ثانيه سبانتسولا، سبانتسولا بيستلم ومسدد، تيجي بتصد من حارس تركيا بتترد لايموبلي، ايموبلي بيحط الجول الثاني 2-0 لايطاليا في بدايه الشوط. المباراه بتخلص بعد ال 2-0، خلاص المباراه بتخلص، ما فيش اي امل للعيبه تركيا. وكمان مدرب تركيا اتغاب جدا. انت في الشوط الاول يوساي كان نوعا ما بيقفل الناحيه اليمين اللي هي بتاعت سبيرتسولا، كان بيحاول يقفل عليه نوعا ما في الشوط الاول وكان نوعا ما خانقه. تيجي انت جاي الشوط الثاني تخرج اللاعب وتنزل بدل جنكيز اوندير، اللاعب اللي ما بيدافعش كتير، وانا فاهم دماغ مدرب تركيا كان دماغه بتفكر اللي هو يضرب ايطاليا بالمرتدات، لكن ما عملش حساب ان يبقى في مساحه شاسعه ناحيه الظهير الايسر سبيرتسولا المميز جدا واللي كان فاتح شارع باسمه ناحيه الشمال، وقدر الجول الثاني بيخش منطقه جزاء تركيا ويسدد بيه جول ثاني. تنتهي المباراه، بتنتهي المباراه، وبعد حتى المساحه دي خلت انسيني يبقى حريه تماما ويسجل الجول الثالث في نهايه المباراه، وبتنتهي وبتنتهي. مانشيني بيقدم كوره حلوه قوي مع ايطاليا. انا بصراحه اتفاجئت، انا متابع ايطاليا بقالي كتير، ايطاليا عامله ريكورد بقاله 28 مباراه ما بيخسرش الوقت، زي ما انا كاتب كده في الثام نيل، الاتزوري لا يقهر حرفيا، الاتزوري تحت قياده مانشيني لا يقهر، 28 مباراه بدون هزيمه ودخل في مرمى 4 اجوال بس، وفي اخر 9 مباريات سواء وديه او رسميه تحت كده مانشيني ما خسرش ولا مباراه، ما دخلش فيه ولا مباراه، وكسب التسع مباريات. ارقام مرعبه لمانشيني. مانشيني قدر يخلي ايطاليا فريق منظم، فريق متكامل، فريق شرس، يرجع هيبه ايطاليا من جديد، يرجع هيبه ايطاليا من جديد. اي حد بيشجع ايطاليا دلوقتي حاطط في بطنه بطيخه صيفي بيقول لك يا معلم انا ممكن بالميت بالاداء اللي انا شفته دوت اوصل دور نصف نهائي بالميت. منظومه ضغط عالي ومميزه جدا، استحواذ ولعب كوره وهجمات وضغط لحد اخر دقيقه في المباراه، ايطاليا هي اللي عايزه تجيب جول وهي اللي عايزه تزود الغله. نص ملعب ثلاثي مميز جدا، جورجينيو زي ما قلت لك بيفكرني ببيرلو مع جيل 2006، باريلا اللاعب المميز جدا، لوكاتيلي جتا كده وطويل، لعيبه ثلاثي نص ملعب مميز مميز. النقطه بس اللي سيئه في ايطاليا النهارده هو بيراردي. انا بصراحه مش فاهم ازاي تستبعد بوليتاني وعلى حساب بيراردي. اتمنى ما اشوفوش في الملعب
في المباراه الجايه لاعب مهزوز جدا، لاعب مش بال... مش 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 يلعب يورو مع ايطاليا. اي نعم النهارده ما اقدرش انكر مجهوده في مباراه النهارده وفوز ايطاليا، ولكن برضو بيراردي ما اتمناش اشوفه في الملعب المباراه اللي جايه. ثنائيه انسيني وايموبلي ثنائيه مميزه جدا ومسلسه ومتفاهمين مع بعض جدا، وهنشوفهم من الايام اللي جايه في اليورو بيقدموا عظمه. وكمان سبانتسولا ناحيه الشمال لاعب مميز جدا، باك ليفت مميز جدا جدا جدا، كان فاتح شارع باسمه في المباراه الله يبارك له، يعني كان عامل شكل لايطاليا. وايطاليا ثنائيه الدفاع بونوتشي وكليني على مر بقالهم كتير جدا الثنائيه دي موجوده، والثنائيه واقف موجوده وفضله ومديه الامان لجمهور ايطاليا. ثنائيه مميزه كليني وبونوتشي. ايطاليا بتقدم عظمه في بدايه اليورو وبتكسب بالثلاثه مع الرقفه، ولكن عندي ملحوظه صغيره يا جدعان، تركيا مش منتخب وحش، ايطاليا هي اللي كانت منتخب تقيل في مباراه وكانت وقل الماتش. تركيا لما تشوفها في مباراه ند بند مع منتخب سويسرا ومنتخب ويلز هتحس المنتخب منتخب تركيا عنده ماتشين مهمين جدا مطالب بالفوز عشان يصعد، ولكن تركيا ما كانتش وحشه، او تركيا مش وحشه، ايطاليا هي اللي جابها. في الاول وفي الاخر مبروك لكل جمهور الاتزوري في الوطن العربي، عارف ان جمهور الاتزوري كتير في الوطن العربي، مبروك لكل جمهور الاتزوري. وبصراحه مانشيني خلينا تعاطف مع ايطاليا، خلينا نشجع ايطاليا السنه دي. بصراحه ايطاليا بتقدم مباراه مميزه جدا 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 وبتقدم عظمه في الدفاع. في الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد، قول رايك انت في ايطاليا في الكومنتس، قول توقعاتك بعد الاداء اللي شفته مع ايطاليا، تتوقع ايطاليا توصل لحد فين في اليورو، قول لي توقعك في الكومنتس. لو حالك بدأت تشتغل لايك تصل اكبر على اثنين الناس، وسبسكرايب في قناه على الجرس لو انت شفنا عشان الحلقات توصلك اول باول، وتابع على السوشيال ميديا على فيسبوك وتويتر وانستجرام لو عايز تتابع اليورو ومباريات اليورو اول باول، روح تابعني هناك، واعمل شير على فيسبوك وتويتر على تويتر وكمل معاك مصطفى. اشوفك في الحلقه الجايه، سلام.